بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أستاذ ساسعون نبارك لك فوز فريق الأهلي للكرة الطائرة ببطولة ليبيا، أول بطولة بعد التحرير، شن تقول بمناسبة اليوم هذه وبمناسبة البطولة هذه؟ بسم الله، ونهني هذه البطولة لجمهور الأهلي بصفة خاصة ولجميع الكرة الليبية. طبعا هذه البطولة تعتبر أول بطولة تسجل بعد التحرير، وأتمنى من فريق كرة الطائرة التوفيق والتألق والإبداع. بارك الله فيك يا استاذ ساسي. طبعا انا نحب نسال، بحكم ان الاداره شدت في فتره بسيطه، ويعني كيف كان المفروض ان الوقت كان بسيط، كيف عالجتوا موضوع الكره الطائره خاصه الدوري نتاعها في غضون 10 ايام بدا دوري النهائيات نتاعها؟ والله استمعت انا والمشرف الفريق مع المجلس الاداره، استمعنا طبعا ووفرنا له جميع الامكانيات طبعا الماديه والمعنويه، وقاموا معسكر بمدينه تونس، والحمد لله معسكر كان ناجح بخير دليل اننا فازوا بالبطوله. وطبعا انا اول ما مسكنا كمجلس اداره هذا اخذنا عهد اي لعبه لازم اعطاها حقها لناسها، للناس المسؤول عليها ولمشرفينها وللطاقم الفني. الف الف مبروك استاذ ساسي، ونشكرك على هذه الاستضافه.